طيب معانا كمان الاستاذ عصام شلتوت، عاوز يبلغك رساله كمان. اهلا وسهلا بيه، اتفضل. اهلا طبعا بقناه الاهلي، يعني ولما يبقى الكلام كمان عن واحد من ابناء جيل من اجيال النادي الاهلي النابهين، الكلام عنه يصعب، لان ربيع ياسين ابن بار للنادي الاهلي، عاش كل خياله وكل حلمه من وهو مراهق، من اول ما دخل النادي الاهلي، من وهو تحت يعني السن لغايه لما لعب فريق اول واحد من كباتن النادي، ما يعرفش حاجه غير النادي الاهلي، وده كلام حقيقي. يعني ده في علاقته بالقبيله الحمراء، في علاقته بعائله الاهلي. فالحقيقه الكلام عنه يعني ما يدلوش حقه ابدا. بني ادم عارف يعني ايه نعم ربنا البسيطه بتاعت العيله والاسره المصريه، واللي اتنمت برضه في أسرة الأهلي وعائلة الأهلي. وكمان لما تشوفوه ربيع ينتقل من مرحلة اللعب، فيقال إنه ضمن المنظومة في تطوير الفريق وقتها الخماسي الكبار اللي رحلوا عن النادي. كمان ربيع ياسين دايما ما عندوش غير إنه محتاج إنه يشوف النادي الأهلي قوي، وعارف إنه النادي الأهلي إداله الباور ده، وبالتالي اتعلم كل ده. وتروح تشوفي بقى ربيع المدرب، تلاقي ربيع المدرب بياخد لاعبته وبيعمل منتخب فاضل جدا اخلاقيا قبل رياضيا، محترف قبل كمان ما يبقى مجرد ان الولاد عندها مبادئ، محترف فعليا. الولاد دي كان بيوريها مصر، اولا ما كانش بيشوف حاجه غير الاخلاق هي قمه الاحتراف. فنكتشف بعد شويه انه اكنه ربيع عامل دراسات في اقصى يعني دول العالم تقدما، متحضرا مصر متحضره عن الكل. ليه؟ لانه فعلا اللعب النظيف يعني ايه؟ يعني يبقى فيه اخلاق، يعني ودي قمه الاحتراف. ربيع ياسين لم يضبط يوم الا عاشقا للنادي الاهلي، ربيع ياسين لم يضبط يوم الا ويقول كلمه الحق حتى لو هتضره. كان يا عيني من ضمن اسئلته، ويا عيني دي هو يعني مش يستحقها، لانه ايه؟ الكلمه دمها خفيف. صفحه في كتاب النادي الاهلي، صفحه قراءتها يعني تدل على كل ما يمكن ان يكون مبادئ، كل ما يمكن ان يكون احترام، كل ما يمكن ان يكون وفاء وتقاليد للنادي الاهلي. الربيع طول الوقت عنده حاله رضا عالميه يعني، وبالتالي رساله الربيع ياسين خلي بالك ان ربنا سبحانه وتعالى هيدي لك الكتير والكتير، وانت دايما بتقول ان انت حقك واصل لك حتى مع غصه الحاجات اللي بتتمنع عنك وانت كفء لها يعني، لكن ربنا مرضيك في اسرتك في الاولاد، وانت اللي دايما بتقول انه هي دي يعني الحقوق، مش لازم تبقى في الكوره او في غيرها، انت واخد رزقك من ربنا، وده اجمل ما فيك ان انت اللي بتقر ده. بس انا بقول لك في يوم ما ربنا سبحانه وتعالى لازم هيصلح الكون الكروي المصري ده. هتقول ايه للاستاذ عصام شلتوت؟ اشكره طبعا، مفيش كلام، استاذ عصام صديق واخ عزيز جدا جدا. بقول لك، وقال حاجه مهمه قوي، قال لك ان ربيع عايش دور الاحتراف من بدري قوي. دي حقيقه، وكله كان زمن هو زي ما احنا كنا عايشين كلنا. كابتن ما كنتش اوصل للعدد ده في ماتشاتي مع النادي الاهلي، وعدد كنت كبير. في التزام، ما كنتش اوصل للعدد ده في منتخب مصر 118 مش وكل المسابقات العب فيها، كاس نعم. عالم واولمبياد كل ده، حتى لعبه افريقيه حققتها، ما كنتش النهارده حياتك ابقى موجود. هو برضو يعني في نقطه، انا فعلا ناديه، هو انا ما اعرفش اقعد في النادي الاهلي، ما اعرفش اقعد في النادي الاهلي، لو حتى جالي دوب اقابلكم في النادي الاهلي، في النادي الاهلي كل وقتي شغلي والنادي الاهلي، ما اعرفش اقعد في حته غير النادي الاهلي بس، ومن النادي الاهلي على بيتي في بالليل بحياتك. الحاجه الثانيه، ما كنتش تروح تتعشى في اي حته بره كده؟ لا ممكن، بس بتكلم انا ما اعرفش والله اقعد غير في النادي الاهلي. دي حقيقه كابتن مصطفى، نعم ما بعرفش. حياتك هو كل النادي، النادي هو عادتي في النادي الاهلي. نعم. الحته الثانيه بالنسبه للمنتخبات، المنتخبات طبعا الولد مش بس سلوكيا واخلاقيا واحترافيا، وطنيا. نعم. انا كل حضرتك الاناشيد الوطنيه اللي موجوده كنت بحفظها اللعيب، الاناشيد الوطنيه يا حبيبتي يا مصر يا أغلس، لازم يحفظها ولازم اشغلها له في الملعب راحتك. فاللي اقصده انا كابتن، حتى بقى خبره عن الكابتن جوهري. لا هو انا ليا دماغ، بس بطور، انا دايما بطور في الشغل مع الولد راحتك. كابتن جوهري كان ليه دماغ في الفنيات والشغل، انما انا الولد دلوقتي اللي هو صغير ده 2001، عاوز تحسسه بالانتماء للبلد، لازم رقم واحد انتماء للوطن. ما لازم يعرف الوطن ده ايه وقيمته ايه والفانله اللي لابسها كابتن مصطفى. فكنت بحفظه، وبعدين الملعب اجيب سماعتين كبار خالص في الملعب موجودين، والنشيد الوطني قبل اي تمرين وقبل اي محاضره لازم اشغله. فهو قال نقاط مهمه جدا، والرضا
لازم الرضا ده، دي اعلى درجات يا الايمان يا كابتن. الرضا ده لازم يكون حتى لو بقال الاهلي الحمد لله. نعم. كله بامر الله وكله بفضل الله، واحنا عايشين ومصريين الحمد لله رب العالمين.